واحد بيقول اذا نادر شخص نادر لشيء معين وتحققت الغاية، فهل يمكن ان يوفي نادره بما يعادل سعر ذلك الشيء وليس النادر نفسه؟ انا ما احبش في النادر ان احنا نغير فيه، لا نغير فيه ولا نأجل فيه ولا نستبدله بحاجة تاني، لكن اذا كانت الحاجة اللي انت نادرها غير متوفرة اطلاقا فانت تعطي تمنها اهي احسن من ما فيش.